لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. معركة الأشباه مع المخابرات العالمية. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. العنوان والمحتوى والمقالات المنشورة والكتب تعبر عن رأي أصحابي ولا تعبر بالضرورة عن رأي قناة بلادي، والمجال مفتوح للرد والنقاش والحوار البناء. الاشتراك في القناة مجانا، لطفا إن أمكن الضغط على خاصية الاشتراك وتفعيل الجرس. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم بعرض كتاب تحت عنوان سر صدام، متى مات وأين رفاته. هذا عنوان كتاب للدكتور صلاح جواد شبر، واليوم اخترنا لحضراتكم فصل معركة الأشباه مع المخابرات العالمية. تتفهم الولايات المتحدة والغرب الوضع العراقي بصورة لا بأس بها، أقول لا بأس بها، هذا على الدكتور صلاح جواد يقول، وليس بالكامل، لأن الوضع العراقي كما هو الوضع الليبي غامض بشيء ما نسبة إلى الدول الأخرى بالنسبة إلى الغرب، والدلالة على ذلك هو التخبط الواضح في القرارات وفي التحركات السياسية والعسكرية الأمريكية بعد دخول قوات الحلفاء العراق، فقد كانت تجربتهم كأنها تجربة أعمى يسير في شارع مليء بالمطبات، لا يدري أين هي الحفرة ولا يعرف اتجاه وتعرجات ذلك الشارع. وهذا ما أثبتته السياسة التي تلت فترة الاحتلال، وربما وإلى الآن بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على ذلك. طبعا هذا الكتاب جو صار يعني من 2003، جو صادر الكتاب سنة 2012 أو 2013. هذا في الوقت الذي لم تكن المصالح الأمريكية متقاربة كثيرا من المصالح العراقية، أي أن الولايات المتحدة لم تكن ترى في العراق في فترات السبعينات بأنه من الأقطار المهمة لسياستها، وهو بعكس ما كانت تتعامل به مع الملف السعودي أو المصري أو الأردني، ومن قبله الوضع الإيراني. طبعا يقول الدكتور عارف، طبعا معتمد على مصادر، يقول بأن العراق لم يكن مهم لهم في فترة السبعينات، هو مو يقول المخابرات الأمريكية CIA لها علاقة في تجربة 63، يعني 8 شباط وأيضا 17 تموز 68، إذا ما عدا العراق الأهمية لعد ليش تدخلت المخابرات الأمريكية. ومن قبله الوضع الإيراني، وذلك لأن العراق بلد محصور ضمن حلقة أمريكية لا يمكن له النزوع عنها، ففي شماله دولة أطلسية هي تركيا، وفي شرقه إيران الشاه القريبة المقربة من السياسة الأمريكية، وفي جنوبه السعودية والكويت اللتان لا يعبر عنهما إلا إنهما تابعتان غير ملتصقتان جغرافيا للمساحة الأمريكية. وفي الغرب هنالك الأردن التي هي الملكية أكثر من الملك ذاته، ثم سوريا الدولة التي تعيش في واقع مشاكلها وفقرها. فالعراق لم يكن يوما قطرا مهما للسياسة الأمريكية بصورة ملحة، ومنذ ربما وقت الحرب العالمية الثانية وإلى حين التغيير في إيران في فبراير 1979، وهو وقت التخلخل الذي ساد الواقع الأمريكي، فكان الطموح أن ينضم العراق إلى سد الثغرة التي تركها سقوط نظام الشاه. وبذلك عملت أمريكا على تقوية العراق في حرب السنوات الثمان إلى حين عام 1988، عندما كانت تعتقد وبمجرد وقوف الحرب أن تبدأ صفحة جديدة مع العراق. إن القيادات المخابراتية الأمريكية كانت على الدوام في حيرة من تصرفات العراق، وخصوصا صدام الذي كانت ترى فيه المهندس الأوحد للسياسة العراقية. فكل من يقول بأنه مشارك في صناعة القرار العراقي فهو كاذب، لأن البلد بأكمله رهن إشارة الحاكم الأول صدام. أما ما غيرهم فهم أدوات بسيطة تتحرك كيف ما شاء الرئيس أن يحركها، كما هو واقع السياسة الليبية قبل السقوط، وكذلك غيرها من الدول العربية كالسعودية وغيرها.
أن تفهم الشخصية الصدامية مهم جدا من قبل أي دولة ترغب في تعامل مع العراق شأنها كشأن أي قضية أخرى في الحياة كالتجارة والصناعة وغيرها التي تتطلب من المتعاملين على تنفيذ مشروع ما ضرورة استقراء شخصية الجانب الذي تتعامل معه. وبقدر تفهم الجانب المقابل فإنه يتحقق القدر الأكبر من المنافع لكلا الطرفين. وقد اكتشفت الولايات المتحدة الكثير من الثغرات في التعامل مع صدام، وكان أهمها أنها لم تتلقى أي معلومات صادقة فيما يصل إلى الجانب الأمريكي في أيام شهر العسل من بداية الثمانينات وإلى حين انتهاء الحرب الخليج الأولى. طبعا بالثمانينات أكثر شيء ذكرها صلاح عمر العلي عندما جاءت أمريكا وكان عندهم محطة يعني مخابراتية أعتقد في فندق بغداد وتجسس الأقمار الصناعية على التحركات العسكرية وغيرها، تحركات عسكرية إيرانية وغيرها. في الوقت الذي كان يستلزم على الشركاء أن يصدق أحدهما الآخر في أي موضوع يتم التعامل به، والتعامل الدبلوماسي مبني على الوضوح والشفافية وليس كما نعتقد خطأ على الغموض والأكاذيب. المعلومات التي وصلت للإدارة الأمريكية من العراق كانت مخالفة جدا عن الوقائع على الأرض، وبذلك فتحت الدول الكبرى حوارا قاده في ذلك الوقت من الجانب العراقي نزار حمدون الذي افتتح أول سفارة للعراق في أمريكا في عام 1984 بعد قطع العلاقات في عام 1967، وقد صار ممثل العراق الدائم للأمم المتحدة حيث كان يتمتع بعقلية منفتحة. وكان من أهم ما أثير من المواضيع هو شخصية صدام البديلة أو الشبيه التي لم يعترض الأمريكان على وجودها، ولكنه اعترض على طريقة التعامل معها بهذه الصورة من الغموض، وخصوصا في استقبالاته الدبلوماسية للوفود التي تأتي إلى العراق. هذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تتأكد من مصادر القرار التي تصدر من العراق حكومة وليس من قبل شخص ما وهو صدام، مع أنه يمثل رئاسة الجمهورية ولكنه يبقى رئيسا وليس هو الدولة كما سارت عليه أعراف الدبلوماسية. فالولايات المتحدة تتعامل مع قطر وليس مع شخص، وعلى ذلك نشبت أزمة حادة بين الدولتين اضطرت الولايات المتحدة على إثرها أن تقدم إلى صدام وثائق الاعتراف التي أدلى بها ميخائيل رمضان مخليها بين قوسين مخلوف الشخصية التي عملت كأول شبيه له في السبعينات وإلى حين نهاية حرب الخليج الأولى، والذي تمكن بعدها من الهرب إلى أمريكا حيث تبينت أمريكا من خلالها مدى مستوى الخداع الدولي الذي كان صدام يعده ضد الآخرين سواء أكانوا من الشعب العراقي أم من الدول الأخرى، وخصوصا أمريكا وإسرائيل الدولتان اللتان كان صدام يعتقد بأنهما عدوتان لدودتان له بالذات ويريدون يقتلوه، يعني إيران وإسرائيل. فقد كان يعتقد بل يتصور في أن الطموح الذي يمتلكه في سياد دول عربية سيواجه بالرفض من قبل هاتين الدولتين كما هو شأن هتلر في طموح سيادته على أوروبا، والذي من خلاله كان يرى بأن بريطانيا هي العقبة الكبرى التي عليه أن يواجهها، ولذلك ترك أمر مواجهته في آخر المطاف بعدما سيطر على كل أوروبا كالمصارع أو القاتل الذي يترك عدوه الرئيسي في خاتمة المطاف. فصدام يعتقد وربما الكثير من المحيطين حوله بأن إسرائيل تريد أن تستبدله كذلك الولايات المتحدة، وهذا ليس أمرا غير وارد، وإنما كانت الولايات المتحدة في فترات من بداية الحرب العراقية الإيرانية جادة في ذلك بسبب الضعف في إدارة الحرب الخطيرة التي كادت أن تستعر في كل المنطقة، وكانت تعتقد جديا بأن الكثير من دوافع صدام في شن حربه على إيران هي الدوافع الشخصية والدوافع الطائفية وليس لسبب وطني
من قبل التهديد الإيراني للعراق فيما يتعلق باتفاقية الجزائر أو غيرها من الشعارات الوطنية أو السياسية. فإلغاء اتفاقية الجزائر قبل الحرب من قبل صدام كان خطأ سياسيا ودبلوماسيا فاضحا، كما أنه كان يرى في الدولة العبرية محل خصومة له فيما يتعلق بطموحه نحو مشروع سيادته على الدول العربية في مشروع حرب شاملة تعم الشرق الأوسط، وأن إسرائيل ستكون عقبة كبرى أمامه، مع أنه كان قد أرسل إلي أكثر من إشارة إلى أنه لا يعنيها في هذا المشروع، وإنما يعني البقية من الدول وخصوصا الخليجية منها بالإضافة إلى سوريا. وأمام هذا الخيار لم تقتنع الولايات المتحدة بعد انتهاء حرب الخليج بسياسة صدام، بل كانت تفرض بين حين وآخر رأيها علي من خلال الضغط على القنوات الدبلوماسية، في الوقت الذي بات واضحا بأن الشخصية الصدامية لم تكن أقل خطرا على المنطقة من خطر الشخصية الهتلرية للتشابه الكبير فيما بينهما من ناحية البيولوجية والسلوكية وطريقة التعامل مع المواقف. ولذلك فإن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارها تقريبا في عام 1989 في العمل على استبدال صدام بطريقة أو بأخرى، ربما إما بترتيب انقلاب داخلي من داخل حزب البعث أو بالتعاون مع الدولة الصديقة وهي الاتحاد السوفيتي آنذاك. وقد سرب الاتحاد السوفيتي الأمر إلى صدام الذي لم تخشى الولايات المتحدة من أن تصل نيتها تلك إلى صدام، لأنه أمر ربما شاع في الكثير من المحافل الدولية. تمكن النظام العراقي في أعوام ما بعد حرب الخليج الأولى أن يلقي القبض على مجموعة دخلت إلى العراق من شماله كانت تخطط لقتل صدام. فأمريكا كانت ترى وهو صحيح بأن النظام قائم على شخصية صدام، وأن سقوطه أو إعلان موته سوف يسقط النظام العراقي حكومة، مما يوفر غطاء للمعارضة في الاستفادة من ذلك والوصول إلى الحكم بعدما تتغير معطيات النظام. اهتم النظام العراقي وصدام بالموضوع وبدأ يعمل على توسيع عملية الأشباه لتشمل الكثير من المسؤولين العراقيين وليس صدام ذاته، وخصوصا طارق عزيز، طه ورمضان وأولاده عدي وقصي ووزير خارجيته وغيرها. وصار حديث الأشباه في العراق عبارة عن موضة داخل الهيئة الرئاسية لصنع شخصيات مشابهة، كما تم جلب عديد من المتخصصين من دول الغرب للإشراف على ذلك بحجج مختلفة. إن التقارير التي قدمت إلى الإدارة الأمريكية في وقتها كانت مثيرة للضحك، وكانت قد قدمت بصورة لا يمكن أن تتقبل إدارة حكومة تحترم نفسها، فقد تم رفضها أولاً من قبل الرئيس بيل كلينتون، يعني من أجل للحكم من 1993 إلى 2001، واستشاط غضبا على مدير المخابرات الأمريكية جون، وذلك في سنة 1995 بعد مجيء كلينتون بسنة متهما إياه بأنه يستعمل المزاح في موضع الجد. فأكد له مدير المخابرات بأنه يعيش مشكلة أشباه صدام في تحديد مكانه، وأن جهاز مخابراتي يجد صعوبة في تمييز عن أشباهه. لم يصدق كلينتون الرئيس القروي المنحدر من ولاية أركنساس الزراعية، فأكد له رئيس المخابرات جديته وقال له سأثبت لك ذلك عمليا. وبعد أيام تم اتصال تليفوني بين الملك عبد الله الثاني مع صدام حسين، وكان على الخط جهاز رسم نبرة المتكلم الأصلية وتطابقها مع نبرة المتكلم الشبيه، فظهر واضحا بما لا يقبل الشك بأن صدام ليس هو المتكلم وأنه يراوغ مع الجميع. وقد كررت المحاولة لأكثر من مرة، أحيانا مع بعض الرؤساء العرب وأحيانا مع البعض من الوفود الأجانب،
فأيقن عندها كلينتون بأن صدام مراوغ بارع، وهو أسلوب يعتبر في العرف الدبلوماسي نوع من دبلوماسية العصابات وليس طريقة رئيس دولة. فقرر الرئيس الأمريكي ضرب صدام الحقيقي والتخلص منه بطريقة أو بأخرى. وقد اختمرت الفكرة منذ ذلك الوقت في أذهان القادة الأمنيين الأمريكيين بالطريقة التي يجب تنفيذها لضرب صدام الحقيقي، مع أنهم توصلوا في ذلك الوقت بوجود أكثر من شخصية، على الأقل ثلاثة على حد رأيهم، لأنهم ميزوا خمسة أنواع من الأصوات مع الذين تم التكلم معهم من خلال أطراف ثالثة. هذا في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة لا تمانع من تعدد الأشباه باعتبار أن ذلك أمر داخلي لحماية صدام نفسه من أعدائه، ولكنها تعترض على طريقة إدارة الأشباه بنوع من استغفال الآخرين، كما هو البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي تمت في العراق والتي كان صدام يراوغ بشكل لا مثيل له بعد أن جند فريقا ضخما كي ينفذ عملية المراوغة تلك. وهذا ما أحرج الأمم المتحدة وأمريكا في مصداقية كلامهما، وأثارت أكثر من اعتراض عليهما من قبل الكثير من السياسيين الذين من الصعوبة لهم أن يعتقدوا بأن هنالك شخصيات لها قدرة على المراوغة كما هي لدى صدام، مع أن صدام كان يتخذ الأمر ربما من باب المهارة والغلبة، وهي كما ذكرنا سابقا صفة من صفات البداوة متأصلة في الشخصية بشكل عميق. هذه الظاهرة لا يمكن للأمريكي السياسي أن يفهمها أو يدركها، فهو يعلم بأن هنالك أسباب منطقية للسرقة وهي الحاجة فقط. وهنا لم تتمكن المخابرات الأمريكية من تقنع الكثير من السياسيين بالسلوك الصدامي بهذه الطبيعة البدوية الغريبة على مسامعهم، وبذلك كانوا يرفضون الرواية الأمريكية ويعتقدون أن تلك هي فبركات صنعها السياسيون. هذا الشيء نفسه واجهته المعارضة التي كانت تعمل في أمريكا قبل ذلك التاريخ، والتي عجزت أن تقنع الساسة الأمريكان بغرابة تعامل صدام معهم، فلم يدركوا وقتها بأن صدام كان يعاقب أقارب المعارض إلى الدرجة الرابعة، حيث لم يعهده نظام سابق دكتاتوري أو شمولي في العالم أن يمارس هذا النوع من القسوة تجاه معارضي. في ذلك الوقت كانت الإدارة الأمريكية تخشى من أمور مفاجئة تحدث في العراق، وخصوصا أن يحدث تخلخل يؤدي إلى سقوط النظام وأن يتحول إلى نظام مختلف عن واقع النظام الحالي. وخصوصا في ذلك الوقت كان هنالك شعور بأن الجوار الإيراني سيكون عاملا مساعدا لهذا التخلخل، فإما أن يكون نظاما قويا قائما على أسس الأنظمة الحديثة مهما كانت واقعيتها أو سطوتها أو قسوتها، أو أن لا يكون نظاما. فلذلك كان الشبح الإيراني ماثلا أمام أمريكا في أن المرشح للقفز على السلطة هو التطرف الإيراني كما يسمونه، أو نظام شبيه بنظام طالبان عام 96 الذي جاء في فترة من الصراع الدموي بين الفصائل الأيديولوجية، استمر من عام رحيل السوفيت عام 89 إلى أن دخل طالبان كابول في التاريخ المذكور. فقد كانت أمريكا ترى بأن التركيبة العراقية لا تختلف عن التركيبة الأفغانية في الشكل وفي طبيعة الصراعات والحالة القبائلية. هذا بالإضافة إلى عامل آخر مهم، هو عامل التأثير الإيراني القوي، باعتبار أن التشيع في العراق لا يختلف في شكله عن التشيع الإيراني من خلال وحدة المرجعية، مخليها بين قوسين، كما هي قراءتهم للأحداث في ذلك الوقت. وهنا لم يكن أمام الدولة الكبرى إلا الترقب بخشية كبرى في أن يحدث انهيار كامل من خلال اختيار رأس النظام وهو صدام. فلو حدث ذلك فإن الأمور ستسير إلى المستنقع الشبيه بالواقع الأفغاني الصعب والمعقد، وعليه
فلم يكن أمام براغماتية أمريكا إلا حماية النظرية التي تبنتها في احتواء هيكل النظام العراقي ومنعه من الصقور في يد التطرف الإيراني كما يسمونه، وذلك من خلال الحفاظ على رأس النظام بطريقة معينة، ربما ليس حبا له بل تجنبا للأسوأ كما تقتضي أعراف السياسة الدولية. وكانت أول خطوة أقدمت عليها هو استدراج البديل الذي يستعمله صدام في تنقلاته، وهو ميخائيل مخلية بن قوس المخلوف رمضان، إلى أمريكا ومعرفة تمام القصة. ولكن ترى بأن عينها بما هو كائن شأنها كشأن أي قضية تبدو غريبة على مسامع الإنسان العادي في عدم التصديق، إلى أن يرى الإنسان بأم عينيه الواقع بنفسه. وهنا كان الاستدراج أن يتم بطريقة كانت نتيجته أن وصل فيها ميخائيل رمضان واشنطن وقدم لهم معلومات متكاملة عن برنامج الأشباه المعقد الذي يقوم به صدام، والذي بدا لهم من خلال واقع الشرح بأن صدام شخصية خطيرة ليس فقط على مستوى العراق، بل إن بداخله طموحا مدمرا إلى الشعوب المحيطة به، ومن الصعوبة للمنطقة أن تنعم بالأمان من خلال وجود هذه الشخصية مسيطرة على الحكم في العراق. وازداد القلق أيضا عندما أدركت المخابرات بأن أبنائه وعشيرته ما هم إلا شخصيات سفاحة بشكل مميز، وهم يعدون العدة للاستيلاء على الحكم إما من خلال مقتل أبيهم أو انتظار موته. وهنا أصبحت مسألة صدام خطيرة في الحالتين، في موته وفي حياته، وهي من كبرى المشاكل التي اكتشفتها الدول العربية والغربية مؤخرا. وبعد غزو الكويت وطرده فقد تحول على أثره إلى شخصية غاية في الصعوبة من ناحية النفسية والعقلية، كما هو البدوي الذي لا يمانع أن يقتل نفسه استردادا لما خسره أمام أفراد قبيلته، وكأنها عنوان من عناوين الثأر والشجاعة. لم تكن مهمة الولايات المتحدة التعامل مع المرضى من الحكام، فهذا أمر تابع إلى ذلك الشعب، ولكن أن يغير تلك الشخصية واقع الأعراف الدبلوماسية أو أن يتحول إلى حالة مرعبة لمستقبل المنطقة فهو أمر يخص الجميع من دول الجوار. وقد اكتشفت أمريكا مؤخرا بأن أفضل من تعامل مع صدام هم الإيرانيون، لما لهم من خبرة في الواقع العراقي من جانب الاجتماعي والسياسي، وذلك من خلال النفس الطويل الذي تتحلى به سلوكياتهم في طريقة الحلول الهادئة النفسية التي استعملوها مع صدام إثناء وبعد الحرب السنوات الثمان فيما بينهما. في عام 1991 عندما اقترب صدام من الانهيار على يد قوات التحالف، ثم من خلال الانتفاضة الشعبانية، هاي دي يسميها الانتفاضة منهم يسميها حركة أحداث غوغاء، لم تكن صورته وطموحاته واضحة لدول المنطقة بالنسبة للعرب وخصوصا الخليجيين، وهذا ما دعاهم إلى المقارنة بين الشيطان مخليه بين قوسين الشيعة والشيطان الأصغر وهو صدام، فكان الاختيار هو السيء بدل من الأسوأ في منع صدام من السقوط. معذرة للألفاظ يعني العبارات، لكن هذا الدكتور هو كاتب مثلا دي يصف يعني الشيعة بالشيطان، معذرة لهذه الألفاظ لكن هي موجودة ونقرأها لحضراتكم في الكتاب. ولكن ما بعد حرب الخليج الثانية وبعد انكشاف المعلومات إلى العالم العربي والعالم الغربي، صار لزاما على دول العالم المتحضر أن تبادر في العمل على إزاحة صدام بطريقة أو بأخرى، وهذا ما دفع أمريكا في التفكير جديا في العمل على هذا المشروع بطريقة تبدو للعالم بأنها غير واقعية أو عدائية أو أنها غير موثقة بما فيها الكفاية من الناحية القانونية العالمية لشن حرب على دولة معترف بها
في الأمم المتحدة. فهنالك أمور صعبة الإدراك في عالم السياسة، ولكنها مهمة جدا في مخرجات الأحداث، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع النفسي لحاكم ما، كما هي تجربة الحكم الهتلري التي تبدو قريبة تاريخيا، وهي ماثلة أمام الجميع في ضحايا وصل عددهم إلى أكثر من 75 مليون إنسان. يعني من عرف هذا الرقم؟ يعني طبعا معتمد دكتور على مصادر، يعني هذا هواي مصادر معتمد عليه، لكن هاي 75 مليون يعني رقم كبير إذا صح. ولو تم جمع عدد ضحايا النظام في العراق منذ أن جاء إلى الحكم عام 1968 وإلى تلك الفترة إلى عام 2000، لا أبالغ إن قلت أن أرقام خيالية ولكنها غير موثقة، وربما موثقة لدى الجانب الأمريكي أو المخابراتي، وهي لا زالت سرية. فهذا ممكن، وهو أمر من الصعوبة إن تعذر دولة كبرى كالولايات المتحدة التي ترى في نفسها بأنها حامية الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن تقوم شخصية بقتل أكثر من 3 ملايين إنسان خلال حكم بدوي دامه أكثر من 20 سنة، يعني من عام 1979 إلى عام 1999. هاي طبعا 99 يعني دي حددها الكاتب بأنه مات صدام في هذه السنة، سنة الشعور بضرورة إزالة صدام شخصيا. فهذا أمر من الصعوبة لإنسان يمتلك قسما من المبادئ مهما كانت ضالتها، إن لا يعمل على التخلص من هكذا شخصية سادية مريضة. وهنا أصدر الرئيس كلينتون في أواخر عام 1998 قانونه للتخلص من صدام، فكان ذلك حافزا قويا كي ينشط صدام بصورة أكبر في خلق البدلاء والإشباه له. فصاروا أكثر من 6 أشخاص في الوقت الذي كانت الخطة الأمريكية ليس تدمير البنية التحتية العراقية، أكثر منه التخلص من رأس النظام بصورة مباشرة. فاستهدفته في ضربة كانت حاسمة بعد مكالمة تليفونية مع أحد القادة الملوك وتحديد مكانه، ولكن القتيل لم يكن غير أحد البدلاء، فجن جنون أمريكا وقتها. بس ما هذا أحد قادة الملوك يا ملك. وبدأ لها بأن الأمر هي لعبة يلعبها صدام وهو يستأنس بها، ويجد فيها متعة صراع السمك الضخمة العملاقة في شباك الصياد، أما السمكة الصغيرة التي لها القدرة على قرض خيوط الشبكة وعلى الخروج والدخول بصورة حرة. فكان على صدام أن يكون حذرا جدا في خروجه من المخبأ أو المخابئ التي أعدها لنفسه، وقد أتقنها بشكل كبير لتجنب أي ضربة قد تتناوله. وكان أكثر من اهتم بهذا هم الأتباع القريبون منه، وخصوصا أبنائه والبعض من عشيرته وكذلك المقربون، معظمهم من الأسماء التي أعلنت أمريكا في القبض عليهم، والذين تم أما تسليمهم إلى القوات الأمريكية أنفسهم طوعا أو أن القوات قد ألقت القبض عليهم. بعض من تلك الأسماء كانت غطاء للنظام، مثل طه معروف الله يرحمه، طه لا كان لا حلو لا يربط. وبعضهم كان يمثل موقعا رئيسيا يقودهم قصيل ابن الأصغر لصدام، الذي كان شخصية لو تعمقت فيها لوجدتها شخصية أقرب إلى الذات الشيطانية منها إلى التركيب البشرية التي نعرفها. فهو لا يعرف الرحمة ولا علاقات الإنسان، وإنما هو عبارة عن وحش سلطة. كذلك الحال مع كل تلك الأسماء الأخرى كعدي، الذي هو شخصية غريبة الأطوار في دمويتها، يشاركه في ذلك علي كيمياوي وحسين كامل، وكل اسم من تلك الأسماء عبارة عن ملف متكامل من الإجرام ومن القسوة، والتي تعبر عن ذات ذي هندسة وراثية معينة لا يمكن أن يتصورها عقل إنسان، لأن الإنسان محكوم بفطرته لا يمكن له الخروج عن ما تفكر به الفطرة أو تخرج عن نطاقها. بل إن الكثير من المحللين النفسيين
عندما يواجهون هكذا شخصيات فإنهم يعزون ذلك إما إلى العامل الوراثي أو إلى العامل البيئي الفاسد. وربما علماء العرفان يرون في أن الوراثة تلعب دورا رئيسيا في تكوين جينات الإنسان في أن يكون هكذا. ولذلك أكدت موروثات علماء العرفانيات على أصل الولادة وطيب النطفة ونقائيا، بل إن البعض يرى في ذلك عنصر أهم بكثير من عنصر البيئة. فالمشاهد المروية عن صدام كما ينقلها من اطلع عليها أو من هم من شاكلتي من تلك الأسماء ليستغرب بل يجد صعوبة في التصديق في إمكانية الإنسان في ممارستها، لأنها أشياء تقع خارج نطاق ما يدور في عقل البشر العادي فقط. لا تجد ذلك حتى في أشد الحيوانات ضراوة أو في الشعوب الهمجية. فالتلذذ في منظر القتل والدماء وإزهاق الروح أمر يجد الإنسان صعوبة في هضم دوافعه، بينما هو في الواقع نوع من التشفي الذي يشبع حاجة عميقة لدى الفاعل المريض النفسي. بالتأكيد أن المجتمع العراقي في تلك الفترة من حكم صدام قد تحول إلى مجتمع له القدرة على خلق شخصيات ذات صفات منفصلة شيزوفرينيك، وذلك بسبب توفر العوامل والظروف التي خلقها الواقع السياسي والاجتماعي. ومرض انفصام الشخصية هو مرض معدي، ليس معدي بسبب انتقال الجرثومة كما هي الأمراض البكتيرية والفيروسية، وإنما معدي بسبب انتقال السلوك بين الناس ثم تأصله في الوراثة وفي البيئة، وهو تماما التفسير الذي نقدمه في فداحة الأعمال الإجرامية التي نشأت فيها بعد التغيير في ظهور العصابات والحركات المتطرفة الإرهابية التي تقتل بشكل لم نسمع به في كل أنحاء العالم، ربما إلا في سوريا أخيرا. وهذا هو تفسير علمي إلى حالة التعطش إلى القتل وسفك الدماء التي تنتاب الإنسان الذي تغيب أمامه المبادئ وتلتف حول عنقه مسائل المعيشة وسوداد المستقبل، في الوقت الذي يوفر عامل الخوف الذي خلقه النظام السياسي جوا مناسبا وبيئة خصبة إلى نمو تلك الأمراض النفسية. فهنالك فضائح مورست في العراق لم نتمكن من أن نقول إلا أنها فوق طاقة تحمل الإنسان، لم يتم ممارستها إلا من قبل شعوب تاريخنا القديم، تاريخ السلطات التي كانت تسمى عفوا باسم الإسلام، أو في زمن القرون المسيحية الوسطى في القرن الرابع عشر الميلادي في محاكم التفتيش في أوروبا. ومن الأمور الملفتة في هذا السياق هو أن الشخصية التي تعيش حالة الانفصام ليس لها من محددات أو مزايا في التشخيص أو في المعرفة، في الوقت الذي يكون التركيز على عامل الاستعداد الوراثي المكتسب بسبب التركيز في انتقاله بسبب ممارسة أحد أهم الطرق للمعرفة. فالكثير ممن هم مصابون بالشيزوفرينيا شخصيات لها ثقل في المجتمع، أو أنها من القدرات العلمية الكبرى في السياسة أو في الاقتصاد. وقد تحدث مثل هذه الحالات أو حالات مشابهة عكسية من خلال حدوث تغيير في العقل، لذلك الإنسان فقد يتحول إلى قدرة من الذكاء بصورة مفاجئة أو العكس. وقد يروي الكثير من الأحداث بما يتعلق بهذه الصفة، بعضها أشار إليها علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية، وبعضها قررها علماء النفس والأطباء. فقد أجد نفسي متعجبا في أن يعتقد البعض بأن الروايات التي جاءت تحت عنوان مؤلف الكتاب رواية لكاتبها، والتي يقول البعض بأن الرئيس العراقي صدام كان قد كتبها، فلو صدق ذلك مع أنني أنفيه، فإن كتابة القصة الأدبية أو فكرة القصة هو عامل تراكمي وليس إبداعا مفاجئا، كما هو اكتساب القوى العضلية على سبيل المثال بسبب النمو وتغيير الهرمونات، بل إنه عمل عقلي يتناسب مع الزمن. فليس من الواقعية أن يتمكن صدام
من كتابة هكذا قصص مع افتقاره إلى الكثير من الأمور التي يحتاجها المثقف أو الروائي. ما لم حدثت طفرة في تفكيره كما تحدث في الكثير من الشخصيات، وتمكن أن يكتبها، ولو حدث ذلك فإنه سيندرج تحت عنوان التغير السلوكي أو الفكري المرتبط بحالة مرض انفصام الشخصية. فلم يكن هنالك من شك لدى الكثير من الأطباء المتخصصين في علم النفس في أن يكتشف الحالة المرضية لصدام أو لمن هو قد مر في ذات الظروف مثل هتلر وستالين ومعمر القذافي وغيرهم. وبمجرد أن يدخل الإنسان في طور أو بدايات الحالة البيولوجية تلك، فإنه يتحول إلى إنسان آخر يرى ما لا يراه الناس، أو يعتقد بأشياء أقرب هي إلى الخيال كما ذكرنا سابقا. فقضية الأشباه لو أننا جردناها عن واقع السياسة فإنها ستتحول إلى قضية نفسية يراها ذلك المنفصل بأنها حالة حقيقية، خصوصا عندما يبحث عن صديق له فيما بين الأشباه كما يشير بذلك البديل ميخائيل رمضان في كتابه الذي ذكر بأن صدام كان يحب الحديث معي وكان صديقا مقربا مني، وهذا معناه بأنه يبحث عن مرآة له لم يجدها لدى الآخرين. كما يروي أيضا بأنه يفتقد إلى علاقات صداقة مع الآخرين حتى مقربيه من الوزراء كطارق عزيز أو طه الجزراوي أو عزة الدوري، وهي علامات واضحة على شكل الشخصية التي تشعر بأن المجتمع قد سلبها حقها في التمتع بالحياة كما هم عليها الآخرون، وعليه أن يسترد ذلك الحق بالوسائل التي يتمكن بها من أن يعيد له حقه. وهذا التفكير هو ربما تجده لدى الكثير من الشخصيات التي غيروا التاريخ باتجاه الانتقام من جنس الإنسان وليس من ذلك الفرد. وهنا يعتبر موضوع الأشباه نوع من الراحة النفسية التي يشعر بها صدام بسبب أن هنالك أكثر من شخص يشاركه أفكاره ونوعية توجهاته. هاي بالمناسبة الروايات اللي كاتبها صدام حسين ذكرنا لحضراتكم أكثر من مرة، رددناها في أحدى لقاءات اللواء طالب السعدون انتقل إلى جوار ربه الله يرحمه. يقول كان عز الدوري يعني داز لمبعوث يعني من خلال الحديث يعني سأله منو كان يقود العراق، طالب السعدون سائل، فعز الدوري كان مجاوب يعني كان يقود العراق هو عز الدوري عفوا عبد حمود وقصي، عبد حمود وقصي كان يقودون العراق. ربما يعني هذا إذا كان كلام صحيح من عز الدوري معناته فعلا بأنه صدام حسين انتقل يعني إلى جوار ربه عام 1999. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية يعني رواية الكتابة يعني بأنه صدام حسين بالسنوات الأخيرة قام يكتب روايات وكتابات وإلى آخره. معقولة صدام حسين اللي متمسك بسلطة بسنانه يعني يلتهي بكتابة الروايات ويترك الحكم يقودوه يعني قصي وعبد حمود؟ يعني هذا مثير للاستغراب حقيقة. نلتقي معكم إن شاء الله في حلقات أخرى من هذا الكتاب. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل التحيات.